مساء الخير عليكم. راحة وفخامة وعرض قوي، تتوقعون وين راح يكون؟ عرفتوا المكان، هاي كير يا حبيبي. دائما يتحدى الأسعار، يتحدى العروض، عروض قوية، وهالمرة مخبي إلينا مفاجآت قوية بمناسبة اليوم الوطني. فرصة شراء ما تتفوت، نبدأ عرضنا بالسراير. سراير نفرين يا جماعة، عندكم أكثر من موديل وأكثر من لون، أنتوا تختاروا الموديل وتختاروا اللون. بكم راح يكون العرض؟ تخيلوا ب 999 ريال. عرض مجنون، أقولكم العرض مو مجنون، العرض خيالي ب 999 ريال. جماعة كيف نظافة الشغل، شوفوا كيف التفاصيل الجميلة. طبعا سعر السابق 2415 ونزل إلى 1328، والسعر الحالي 999 ريال. بإمكانك تختار أي موديل وتختار أي لون، حتى لو من الانترنت تجيب لهم موديل ينفذولك إياه. مرتبة صورتها أكثر من مرة وأتوقع من الأكثر مبيعاً، صحيح أبو بديع؟ جداً ممتازة هذه المرتبة. هذه المرتبة طبعاً فندقية، فيه النظام اللي هو فصل الأوزان، يعني لو واحد نايم هنا والشخص الثاني يتحرك هنا ما يحس في حركته. سبق أن سوينا عليه تحدي أنا معاك. أي بالضبط. أي بالإضافة إلى دواعم جانبية، دواعمها طبعاً جداً قوية، ونزل عليها عرض ممتاز كانت اللي هي 4197، حالياً راح تطلع 2308 ريال شامل توصيل وضريبة. إيش رأيكم يا جماعة؟ فرصة شراء. أنا لما أتكلم عن هاي كير أتكلم عن الإبداع. شايفين هالمرتبة يا جماعة؟ هذه جهة فندقية وجهة طبية. صحيح، هذه ميزتها بوجهين. أنا أسمي هذه المرتبة الاقتصادية، اثنين في واحد، جامعة مرتبتين في مرتبة واحدة. أوكي. كيف؟ عندك وجه راح يكون لين. أوكي. وجه راح يكون قاسي. يا سلام. يعني احتجت القبي ما عليك إلا تقلبها. يا سلام. تبغى الفندقي تخليها على وجه الفندقي. يا سلام. ونزل عليها عرض جدا ممتاز. نظامها بوكيت سبرينج، فيها فصل اوزان نفس الفكره اللي يكون لو واحد يتحرك يد الشخص الثاني ما يحس فيه. حلو. دواعم جانبيه، دواعمها جدا قويه، ضمانها 10 سنوات عندنا هنا في المعرض. والعرض اللي عليها كانت اللي هي 2875، حاليا راح تطلع 1868، يعني اقسمها على اثنين كم تطلع لك الحبه؟ 900 ريال بلاش يا جماعه، والضمان 10 سنوات. في البدايه وش قلت لكم؟ قلت لكم هاي كير يتحدى الاسعار. باكج يا جماعه، نفر او نفر ونص، سرير مع مرتبة مع مخدة، كل هذا ب 1099 ريال. عليها ضمان؟ اي نعم عليها ضمان المرتبة 10 سنوات، وبامكانك تختار اي لون سرير واي موديل من الموديلات اللي موجودة. يلا وندخل على كراسي الاسترخاء، خلينا اصور لكم الموديلات اللي عندهم. عندهم تشكيلة الوان وموديلات بمواصفات مختلفة وباسعار جدا جدا مناسبة بل خيالية. سلام اخوي علي، يعطيك العافية. اشرح لي على هالكرسي هالجميل هذا. طبعا زي ما انت شايف اشكال كثيره من الكراسي موجوده، ولكن راح اشرح لك على هذا. هذا الكرسي جهاز زاز واكواب، تمام؟ اوكي. بالاضافه الى تخزين. يا سلام. هنا في مخرج يو اس بي للشاحن. يا سلام، حط الكيبل واشحن. ها واشحن على طول. بالاضافه يعطيك زاويه 90. يا سلام. كم سعره هذا؟ علي كم سعره هذا؟ هذا سعره كان 2460. حلو. حاليا 1628. حلو. تمام. ضمان سنتين. ضمان سنتين. تبدأ أسعار باقي الكراسي 1328. ما شاء الله، هالفخامة يا جماعة وكل هالراحة ب 1328 ريال. مرة حلو هذا، تحطه في المكتب في البيت وانت راجع كده من العمل تعبان ودك تريح تروق، مرة حلو. طبعا عندهم تشكيلة واسعة من المخدات، عندهم الطبي وعندهم الفندقي، متميزين. أبو بديع تفضل. تحفني. طيب أنا قلت لك في عندنا مراتب اللي هي بوكيت سبرينج، صحيح؟ صحيح، الخاصية فصل الأوزان. صحيح. تتخيل أن عندنا مخدات بوكيت سبرينج؟ أوه ما شاء الله، كيف؟ طبعا عندنا هذه المخدة راح تكون الأطراف حقتها لقطن. أوكي. حشوتها مايكرو فايبر. يا سلام. بالإضافة إلى طبقة من البوكيت سبرينج تعطيك انسيابية وقت النوم، تدعم لك عندك الرغبة، مريحة جدا. ونزل عليها خصم كانت اللي هي هذا النوع 320، هي راح تطلع 196. 196 ريال. طبعا يا جماعة مهم جدا اختيار المخدة المناسبة. جماعة يقولكم العرض الخطير على طول يطير، هذا العرض ترند. أبو بديع عطني مواصفاتها انا بقول السعر. تمام. طبعا عندنا هذه الغلاف حقها قطن. اوكي. حشوتها مايكرو فايبر. اوكي. فندقيه جدا مريحه، شوف سماكتها كيف واضحه، حشوتها جدا ممتازه. اوكي. السعر عندك عاد حبيبي. شوفوا يا جماعه هذه سعرها 255 ريال، العرض القوي اللي نازل عليها الان بالسناب القادمه. سعر المخده كم؟ 255. الان اخذوا مخدتين ب 92 ريال، طبعا لكل عميل مخدتين فقط. هذا العرض مناسبة اليوم الوطني أو حتى نفاد الكمية. نحا
نحافظ على المرتبة حقنا. عطني يا أبو بديع. تمام، عندك هذا العازل طبعا ضروري جدا على المرتبة، يحمي لك المرتبة من أي أوساخ ممكن توصل لها، لأنه صعب أنك تقدر تغسل المرتبة. صحيح. تمام، راح نسوي اختبار بسيط الآن. حلو. راح نحل علبة الماء، راح نصب ماء هنا، شوف كيف يتجمع فوق الماء. بمجرد ما نجيب له مناديل راح يطلع معنا الماء. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش رايك تجرب الان مكان ما صبني الماء؟ لا 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 لا، ما في اي اثر، اي اثر رطوبه ما شاء الله. العوازي موجوده، ملمسها جدا ناعم، يجي نفر ونص ونفر. يجي جميع المقاسات، ملمسها جدا ناعم، جد الطبقه اللي تحته جدا جدا ناعم، يعني ما تسبب لا حراره ولا تعرق ولا تسبب حساسيه. حبيت بحط لكم الان سعره بالسناب القادمه. هذه المفارش طبعا عندهم خيارات كثيره للمفارش، من 6 قطع الين 10 قطع. من جد يا جماعه لا تفوتكم المفارش اللي عند هاي كير، وعليها عرض، وعرض مره قوي. وهذا موقع الهاي كير، ابدا ما يضيع الدمام، حي العنود بعد الاسواق الدوليه، شارع الملك عبد العزيز قبل مجمع دار الصحه والحياه. فقط اكتبون بجوجل هاي كير يعطيكم الموقع.